للنساء المريضات بالثدي أو بجميع الأمراض أتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب، ودائما ما يخافوش من المرض، لأن ماشي المرض اللي كيقتل، راه العمر اللي كيتقاضى. والمهم يفرحوا، لأن كاينه معجزة ربانية ديال منتجات دي اكس ان في 180 دولة ومن بيناتهم المغرب، وهاد المنتجات راها داخلة بقوة في المغرب، وبيو كيف ما كيقولوا طبيعية، وكتغير المنتجات ديالك اللي كتاكل بهاد المنتجات، هي مواد غذائية ليست أدوية، فهمتي؟ وكنتمنى كل مرأة، وراه عرفوها بزاف ديال النساء المغربيات، وكنتمنى كل مرأة ترفع المناعة ديالها باستعمال هاد المواد ديال دي اكس ان. غنقول لايات للمصابين بهذا المرض، هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله لكل داء دواء ياك لاله. دونك انسان علينا بالصبر، صبر ووصل على النبي تبارك الله ما شاء الله. لا ميتي راه فين وصلت؟ راه وصلت فين؟ وصلت دابا الحمد لله، وكاين اللي كيتشاف وصل على النبي. انا جو كوني با مال دو فام اللي صافي 30 و 40 طون راهم تشافوا ودابا راهم عايشين الحمد لله. دونك انسان خاصو يصبر على ما عطاه الله سبحانه وتعالى، ويتبع التريتمون ديالو. وكنقول حتى للنساء انهم اللي ما مرضيش يمشي ويصرعوا، يعني سال كان كما كيقولوا التوعيه ديما كيوعيونا على اساس اننا نديروا 40 طون نمشيو نديروا لا موموغرافي باش نشوفوا ولا كانت شي حاجه ولا هذا. و تنتمنى لهم الشفاء، والله يشافي الجميع، ويتسموا بالصبر وبالعزيمه القويه، وتكون النفسيه ديالهم مرتفعه ويعيشوا طبيعي ويتبعوا النصائح ديال الطبيب وديال. ونتمنى لهم الشفاء هادشي اللي كاين. بهذه المناسبه ديال الشهر العالمي المكافحات او المناضلات اللي يعني تكتب عليهم انهم يمروا بهذه الظروف الصعبه، كنتمنى لهم فعلا الشفاء العاجل وانهم يكونوا قويات في وجه الصعاب. فعلا اي امراه كتستاهل انها تكون يعني في المرتبه اللي كتتمنى، وانا بدوري وباسم جميع المغربيات كنتمنى لهم انهم تكون مسيره موفقه ان شاء الله في التغلب ديالهم على هذا المرض الخبيث. وكنشد عليهم انهم يتشبثوا بالعلاج ديالهم، وانهم يكونوا قدوه لنساء اخريات. وشكرا. اولا كنبغي نوجه واحد الرسالة لجميع النساء لا في المغرب ولا عبر العالم، أن سرطان الثدي فهو سرطان يمكن كيتشافوا منه معظم النساء، وكيخصهم بالدرجة الأولى يكونوا أخوياء، يكونوا يحاولوا ما أمكن أنهم يبعدوا عن المشاكل والمسائل اللي كتكون كتضرهم. لهذا خصهم يكون أقوياء ويكونوا عندهم معنويات دائما مرتفعة باش يمكن لهم يتغلبوا على هذا المرض. تنقول بالنسبة للعيالات ما يهملوش نفسهم، يعني يحاولوا يمشيوا يكتشفوا المرض قبل من الوقت. تنتمنى يعني تنشوفوا دول أوروبية عندهم كنترول على الأقل مرة في العام، حنايا مازال بزاف شوية نقولوا معطلين، ما لأن الدولة ما تاخدش الأمر ديالها الواقع ديال الصحة بالنسبة للمرأة. وتنقول ان المراه ما خصهاش تهمل نفسها، خصها تحاول تنسى كل شيء تبدا براسها هو الاول. اشترك معنا في القناه كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.